صحتك في أكلتك والشف مغازي فرحتك، شفنا يسعد دنيتك يملى بالخير جنتك، شفنا يسعد دنيتك يملى بالخير جنتك، وجبته في كل مرة تشفي دايما صحتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اللي بنقدمه يوميا على قناة الرحمة الفضائية، صحتك في أكلتك. احنا ما زلنا مستوطنين في المطبخ التونسي، يعني بنجيب من هناك أشهر الأكلات لأنه غني بصراحة بالأكلات الجميلة اللي لها مذاق مميز وطعم خاص جدا وطريقة إعداد مميزة. يبقى المطبخ التونسي بيتميز بثلاث حاجات: مذاق خاص، طعم مميز، طريقة إعداد سهلة جدا ومميزة. وقلنا في الحلقات السابقة إنه معظم الأكلات التونسية محتوياتها بيكون داخلها في خضروات كتيرة، إذا كان سمك أو دجاج أو الشوربة نفسها. النهاردة عندنا ثلاث أكلات من المطبخ التونسي. النهار الخميس النهاردة يعتبر آخر يوم في المطبخ التونسي، مع إن في أكلات كتيرة بس إحنا إدينا له أسبوع، وإن شاء الله هيكون لنا حظ أوفر فيه كمان نجيب منه الأكلات اللي موجودة تانية كتير، لأن طبعا غني وفيه حاجات كتيرة يعني. فخلونا النهاردة نعرف إيه الثلاث أكلات اللي إحنا خدناهم من المطبخ التونسي وأشهر الثلاث أكلات. هنعمل نوع شوربة ونوع سمك ونوع سلطة. هنعمل نوع شوربة ونوع سمك ونوع سلطة. الشوربة في المطبخ التونسي أشهر شوربة هناك شوربة الحلالم. شوربة الحلالم، احنا الاسم غريب شوية ولكن دي مصطلحات في المطبخ التونسي لازم نحترمها ونوقرها وعلى راسنا من فوق. شوربة الحلالم بالدبابيش، الدش اللي هي البقوليات. يبقى المصطلحات دي لازم نعرفها، الدبابيش اللي هي البقوليات من المطبخ التونسي، زي الفول، زي الحمص الشام، زي الفاصوليا، زي العدس، زي الذرة. فهنعمل شوربة الحلالم بالدبابيش، الحلالم اللي هي صدور الدجاج، وهنشوف هنعمل الشوربة الجميلة ديت اللي فيها كل حاجة، فيها بروتين وفيها نشويات وفيها الفول حبيبنا وفيها البقوليات، يعني شوربة غنية جدا. لو انتوا تتذكروا شوربة الحريرة المغربية فيها الفول، فيها العدس، وفيها الفول، فيها الحمص الشام، وطبعا وفيها اللحمة. شوربة الحريرة فاكرنا اللي هي جميلة جدا، فيها حمص شام، فيها عدس، فيها رز، فشوربة غنية طبعا. الشوربة اللي هنعملها النهاردة هي تقريبا زي الحريرة، ولكن الماتيريال وطريقة الإعداد غير طبعا شوربة الحريرة اللي هي شوربة الحلالم بالدبابيش. هنعمل سلطة الرز بالمايونيز. فرصة للسادة المشاهدين اللي طالبين نعمل لهم مايونيز، عايزين يعرفوا المايونيز بيتعمل ازاي. هنعمل مع بعض النهاردة المايونيز ويبقى أبيض معانا ازاي، ويبقى المايونيز زي ما بنشتريه من بره، لازم نعمله في البيت علشان نضمن سلامة البيض اللي بنعمل منه المايونيز. وهنعمل نوع سمك مشهور جدا هناك، طاجين، طاجين سمك بالخضار، طاجين سمك بالخضروات. الخضروات حسب رغباتكم، عندنا بازيلا، عندنا بطاطس بتتقلى هي على النار، عندنا شوية جبنة مبشورين. هنظبط مع بعض طاجين سمك بالخضار على الطريقة التونسية، وهنعمل مع بعض شوربة الحلالم بالدبابيش اللي هي البقوليات والدجاج، وهنعمل مع بعض سلطة الرز. طبعا تعالوا نشوفوا مع بعض قبل ما نخش في معمعة المطبخ التونسي وأشهر أكلاته، تعالوا نشوف تعليقات السادة المشاهدين والإخوة والأخوات الأفاضل اللي بيشاركونا ببرنامجنا، وخاصة التونسيين منهم لأنهم مبسوطين جدا وبيقولوا يا شيف تشكر أنك أنت مهتم بالمطبخ التونسي وقدرت أنك أنت تجيب منه أشهر الأكلات، علشان العالم كله يعرف أن المطبخ التونسي المطبخ المغربي إيه الأكلات المشهورة فيه، مش علشان نتعلمها وبس، لا ده في حاجة كمان أحسن. لما نروح على البلاد الجميلة دي، تونس أو المغرب أو الجزائر أو أو لبنان أو السعودية أو الكويت، لما نقعد في المطعم أو حد يضيفنا نعرف إيه الأكلات اللي عندهم. لما يجي يقول لي بتاع المتر في المطعم ولا الجرسون عندي شوربة حلالم، اتذكر ان الشيف احمد المغازي عمل شوربه الحلالم مره على القناه الفضائيه، يعني فيها بقوليات وفيها دجاج. ما اتذكرش بقى ان هي شوربه سي فود او ان انا اخدها بمعنى تاني. فالمصطلحات دي مهم جدا ان احنا نعرف، زائد طبعا نتذوق الطعم، طعم جميل جدا يعني، طعم لا يعلى عليه، قيمته الغذائيه والماتيريال المكونات بتاعه الشوربه نفسها. معنا التعليقات الخاصه من أمة الله من تونس، بتقول جزاك الله الف خير يا شيف احمد، واحنا والله متابعينك برشا برشا، حلو برشا برشا في تونس.
طبعا برشا برشا يعني واحدة واحدة وباهتمام. ونسأل الله لك بركة في العمر والصحة ومحبة الناس، اللهم أمين. بنشكرك يا أختي أمة وألف شكر على تعبيرك الجميل. معنا الأخت نور من الدقهلية بتقول: أنا مدام نور من المنزلة دقهلية، أشكرك يا شيف على الأكل الجميل، وشكر خاص لكل العاملين في قناة الرحمة. حلو قوي. اسمحوا لي البطاطس دي نصفيها كده، هي احمرت اهيت، احنا شغالين وبنصفي البطاطس كده علشان هي خلاص كده استوت كويس قوي. خليها تصفي الزيت كده على ما نشوف مع بعض التعليقات. الاخت هبه احمد: شكرا يا شيف على حلقه الكسكسي التونسي بالايه؟ الكسكسي التونسي عملناه، جميل جدا، عجبكم طبعا، كانت جميله جدا، وبتعرفنا على الاكلات العالم بابسط الطرق. يعني انت بتدخل على المطابخ وبنعرف الاكلات بابسط الطرق. الاخ احمد مجدي حرب: يا شيف ممكن طلب الاسبوع الجاي يكون المطبخي، وعايز اعرف طريقه اكله النودلز. انت اخترت اسهل اكله من المطبخ الصيني علشان تصحى الصبح تشربها على طول. الاخت دعاء ابراهيم: الكسكسي كانت تحفه يا شيف احمد، تسلم ايدك. اشكرك يا اخت دعاء. الاخت سماء الشيخ: يا جماله حلو قوي الحلقه يا شيف، ويا جماله سماء الشيخ، قراني ونقاب جنتي وفخري، يا جماله يا احلى شيف في الدنيا، عايزين نعمل لنا الكريب، وسلامي لكل فرد في القناه وخاصه العاملين في البرنامج الجميل، ورجاء خاص يا شيف احمد توصل سلامي لفضيله شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان. شكرا يا اخت قراني، وان شاء الله نوصل لحضرتك. الاخت زينب مدحت: ما شاء الله على الاكلات مفيده وبتفتح النفس، المطبخ التونسي واكلاته سهله جدا، وانا معجبه باكلاتك جدا، جزاك الله خيرا يا شيف. الاخ احمد سلام: يا شيف احمد انت حبيب، حببتني المطبخ، ما كنتش بحب اتفرج على برامج المطبخ، وابتديت اباشر كل القنوات المطبخ وخاصه قناه الرحمه بعد نجاحي في الثانويه العامه. بارك الله فيك على مجهوداتك لتقديم لنا اشهى الاكلات من كل المطابخ في العالم، وياريت تقول لي طريقه عمل الكنافه اصابع، لان انا كلما اعملها تفك تاني. كويس، حاضر يا اخ احمد. الاخت بوس الكاشف بتقول: يا جماله يا بروفيسور المطبخ العربي، خلصت على المطبخ المصري وختمته بالفسيخ، ودخلت على المطابخ العربيه، وان شاء الله تخلص المطابخ العربيه وتدخل على المطابخ الاوروبيه، ونحن في انتظار المطبخ الغربي. حاضر يا اختي بوسي. الاخ حمد المصري: شكرا لقناه الرحمه الجميله حبيبتنا على اللي بتقدمه لينا، وشكر خاص للشيف احمد المغازي، وجزاكم الله خيرا. ايمان عمر: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وحضراتكم بخير وطيبين، وكل العاملين في قناه الرحمه، وانا من اشد المعجبين بالقناه، ربنا يجعل جميع اسرار مهنتكم في ميزان حسناتك. ممكن اعرف اضيف طعم المستكه للايس كريم؟ طبعا في ايس كريم بالمستكه، هنعمله ان شاء الله في حلقه من الحلقات. وازاي لو سمحت اعرف حضرتك نعمل الكوسه بالبشاميل؟ هنعمل الكوسه بالبشاميل من المطبخ العربي، وهنعمل الكورجيت برزيان برضو، ده كوسه محشيه من المطبخ الفرنسي، لما نروح على المطبخ الغربي ان شاء الله. وعايز اعرف طريقه عمل الملوخيه. حاضر يا اختي ايمان. الاخت ساره الهواري: السلام عليكم يا شيف، جزاك الله خيرا وبرنامجك الاكثر من رائع. طبعا دي كل التعليقات. الاخت معلش، الاخت عايده حمدي، طبعا احنا مش عايزين ننسى حد، لان انا بتجيلي تعليقات بعد كده: يا شيف انا كتبت تعليق على الفيسبوك وعلى الموقع القناه وما قلتوليش، فانا طبعا تعذروني لو انا نسيت حد يعني. الاخت عايده حمدي: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ام عبد الله من البعلوق الاسماعيليه، يا جمال انا من متابعي قناه الرحمه الجميله، ولكن لم يحالفني الحظ في الاتصال، كل مره بحاول اتصل والرصيد بيخلص ما بعرفش اوصل لكم. حاضر يا اختي الكريمه، حاولي تتصل ان شاء الله، وان شاء الله هتلاقي في استجابه، لان طبعا بيكون في ضغط على الكنترول، يعني احنا مش اهمال مننا ولا حاجه، بالعكس الناس في الكنترول مهتميه جدا بالاتصال بتاع حضراتكم. الاخت مايا الصعيدي: منتظرينك يا شيف، كل الضميطه منتظرينك، بيحبوا اكلاتك. شكرا يا اختي مايا. ام فاطمه الزهراء من المغرب: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ام فاطمه الزهراء من المغرب، اريد ان اشكر الشيف احمد على كل اكلاته الجميله، وانا متابعه جيده لبرنامج المطبخ دايما، وبنتظره دايما، وبدخل المطبخ المغربي، وانا استفدت كتير منك يا شيف، جزاك الله خيرا. وعايز اقول لك يا جماله. ايمان حمزه القاهره: السلام عليكم شيف احمد، جزاك الله عنا كل خير لاكلاتك الجميله، ومش مكلفه
جدا واقتصادية جدا، ويميزك عن المطابخ الأخرى، وربنا يجعلها في ميزان حسناتك. والله يخليك لينا. وجوزي بيقعد في البيت من جمال الأكلات، ما عادش بياكل بره، شفتوا الجمال؟ رجاء سلامي لفضيلة الشيخ محمد حسان وكل العاملين في القناة والإدارة الجميلة، وأرجو الدعاء لي بالذرية الصالحة. ندعو لك إن شاء الله يا أختي الكريمة. الأخت ياسين من المغرب، السلام عليكم شيف أحمد، أنا أمل إن شاء الله في رمضان عايزين نشوف أكلات حلوة ونشوف الحلويات من المطبخ المغربي. الأخت مروة من مصر، ربنا يبارك لنا فيك يا شيف أحمد، يا شيف العالم، يا بروفيسور المطبخ العربي والمطبخ الغربي، وكلنا بنشكرك على أكلاتك المميزة، وربنا يوفقك وتقدر تعمل لنا كل جميل. طبعا كل التعليقات بتاعت السادة المشاهدين، لأن دايما أقول بالتعليقات ديت وبرأي حضرتكم وبرأي حضراتكم احنا بنعلو، والبرنامج بتاعنا بيتقدم لان بناخد رأي حضراتكم وتعليقاتكم، وبنقدر ان احنا نجتهد ان احنا ننفذها في البرنامج في كل حلقة بنقدمها، وفي نفس الوقت استجيب لطلباتكم. اللي عايز يعرف طريقة حاجة فاتته، أكلة فاتته، طريقة وصفة معينة، ان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نلبي رغباتكم. ايه رأيكم بقى نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مع بعض شوربة الحلال بالدبابيش من المطبخ التونسي، سلطة الرز من المطبخ التونسي المميزة بالمايونيز، وهنشوف مع بعض طاجين سمك بالخضروات من المطبخ التونسي. بس ما تروحوش بعيد، تابعوني بعد الفاصل نشوف أشهى وأشهر الأكلات من المطبخ التونسي. الله عليك على طشتك من كل دولة وجبتك، وتطلع حلوة طلتك والطعم كله كله في أكلتك. أكاديمية الشيف لتعليم فنون الطهي، ورشة عمل لتعليم فنون الطهي لك ولك في آن واحد. أكاديمية الشيف، أشهى المأكولات، ألذ الأطباق. أكاديمية الشيف، في أقل الأوقات تقدري تعملي أحلى الأكلات. أكاديمية الشيف لتعليم فنون الطهي مع الشيف أحمد المغازي. المطبخ فن وإبداع. العنوان: السادس من أكتوبر، المحور المركزي بعد ميدان الحصري بخمسمائة متر فقط. التليفونات 019-411-6006 أو 014-99-28-288 أو 02-383-454. بادر بحجز مكانك، خصم خاص لفترة محدودة. التعليم لمدة شهرين 1100 جنيه شاملة الخامات. أحمد المغازي. الرحمة فيض الرحمن، وقناة الهدي الرباني، قبس من نور القرآن، ورياض الجنة للعاني. الأكل علمي ومعلمة، وأصول تناسب همتك، وعشان رضاك ومعزتك شيف المغازي في خدمتك. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، هنعمل مع بعض دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم ثلاث أكلات: شوربة الحلال بالدبابيش، وهنعمل سلطة الرز بالمايونيز، وهنعمل طاجين سمك بالخضار. إذا أنا عندي الثلاث أكلات دول في المطبخ، شوف إحنا ما بنسيبش فرصة غير لما نقول المعلومة. وعايز أبدأ بإيه؟ حد دخل المطبخ، الثلاث أكلات دول ولادي عايزين ياكلوهم النهاردة. عايزين يشربوا شوربة، وعايزين ياكلوا طاجين سمك، وعايزين ياخدوا سلطة الرز. أبدأ بإيه يا شيف؟ علشان أطلع من المطبخ في وقت مناسب، وما أقفش كتير، وأبذل مجهود كتير، وارجع بعد كده اقول انا تعبانه ووقفت في المطبخ كتير، واقضي بقيه اليوم كسلانين وتعبانين. هنبدا بالشوربه، لان عايزين الشوربه دي تستوي. عندنا فيها حمص، وعندنا فيها فول، وعندنا دجاج. ولو قعدت على النار تغلي شويه وبعد ما تستوي اوطى عليها النار، مفيش مشكله، يبقى هبدا بالشوربه. دي رقم واحد. رقم اتنين، هبدا بالسمك، طاجين سمك بالخضار.
هنشوف ازاي مع بعض عشان هنحطه في الفرن. بقى عندي سلطه الرز بالمايونيز. اذا انا ما عنديش مايونيز في البيت هضطر اعمل المايونيز، اعمله واخليه في التلاجة. اوكي ممكن اعمله من بالليل اول ما ادخل المطبخ ابدا بيه حاجه سهله، فهعمل المايونيز واخليه في التلاجة. ولكن انا عشان حضراتكم تشوفوا هعمل المايونيز ازاي، فهنعمل المايونيز مع بعض. والسلطه دي مش محتاجه مجهود كتير، هعمل السلطه واحطها في التلاجة شويه، وعلى مغرف الشوربه واقدم الطاجين سمك بالخضروات، يبقى عندي سلطه الرز في التلاجة معموله جاهزه. هغرفها بشكل جميل وبرزنتيشن عالي، علشان طبعا السلطه مهم جدا نهتم بشكلها اللي هو البرزنتيشن بتاع شكل السلطه. السلطه بالذات ممكن تكون خس، ولكن اقدمها بشكل جميل جدا. ممكن تكون طماطم بس اقدمها بشكل جميل جدا. فمهم جدا السلطه خاصه تتقدم بشكل جميل جدا، حتى لو سلطه خضراء حضرتك بتعملها في البيت، خس وطماطم وخيار، لازم تتغرب بطريقه جميله جدا. اجيب قلب خصايه، اجيب خصايه، اجيب قلب كرومبايه، احطها كده واحط فيها السلطه، لان السلطه العين بتاكل قبل ما بناكل احنا. فتعالوا نبدا مع بعض شوربه الحلالم. الكنترول الناس العظام هيطلعوا لنا دلوقتي بمقادير شوربه الحلالم. يا ريت نطلع بيها. الله، عندنا مقادير شوربه الحلالم: صدور دجاج، بصله ناعمه، معدنوس، معدنوس اللي هو البقدونس في تونس، والكرفس، ومعجون طماطم، وحمص الشام مسلوق، وفول مصري بتاعنا مسلوق الفول العادي يعني، وفلفل وكراويه وكزبره ناشفه وشويه كمون. ادي المقادير، حاجه بسيطه خالص. شفتوا المقادير سهله ازاي، وشوربه سهله وقيمتها الغذائيه عاليه جدا. يعني طبق الشوربه ده بيعتبر وجبه كامله. نشوف مع بعض ازاي هنعمل شوربه الحلالم بالدبابيش. قبل ما نعمل الشوربه، عرفتوا يعني ايه الحلالم الاول؟ الحلالم بالدبابيش يعني دجاج او لحم او سمك، دي نوع اللحوم او الدجاج او السمك. الدبابيش اللي هي البقوليات من المطبخ التونسي، يا اما عدس يا اما فول يا اما حمص الشام يا اما فاصوليا. طب الشيف عملها النهارده بالحمص والفول، طب انا مش بحب الفول ولا الحمص، فينا نعملها بالفاصوليا البيضة او بالذره الصفراء او بالعدس يعني. ولكن المكونات بتاعتها هيبقى معاها الكزبره الخضراء والكرفس والثوم والبصل. الموضوع سهل جدا، مش عايزين نتقيد قدام حاجه معينه. الشيف قال فاصول حمص وفول، طب ما لقيتش لا حمص ولا فول في المطبخ بالصدفه، مش هنعمل الشوربه الجميله اللي هي من المطبخ التونسي عشان نعرف طعمها، هنعملها نستبدلها بشويه ذره بشويه عدس عندنا، ولكن نركز على حاجات معينه اللي هي ايه؟ واخد بالكم؟ المعدنوس اللي هو البقدونس، والكرفس الجميل، والدجاج، وطريقه الاعداد نفسها بتاعه الشوربه. انا عندي حله على النار اهيت سخنه، نخلي بالنا عشان ما تعورش ايدينا. وعندنا شويه بصل وشويه زيت زيتون. طبعا زيت الزيتون في المطبخ التونسي على طول، لذلك في منطقه مشهوره هناك في تونس جامع شهير الزيتونه، ده طبعا من اشهر المعالم في تونس. يا رب يكون لنا نصيب ونزوره. عندنا البصله نحمرها مع شويه ثوم، يبقى بصله مع شويه ثوم، ادي البصل وادي معلقه ثوم، نقلب كده البصل مع الثوم. حلو قوي يا شيف. تاني حاجه ننزل بيها، قلت لكم سخنه نخلي بالنا. تاني حاجه ننزل بيها الدجاج عندي اللي هي صدور الفراخ، بقطعها مكعبات. شفتوا طريقه الاعداد ازاي؟ الفول بالشكل ده، طبعا الفول ده مسلوق من قبل، لازم الفول يكون مسلوق عشان ما نغلطش. معانا اتصال من الجزائر، استر يا رب. تعليقات، اتصال من الجزائر. السلام عليكم. ام عبد الله سلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا كيفك يا ام عبد الله؟ لا بأس الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، فضل من الله سبحانه وتعالى. اتفضلي يا اختي. شيف عندي طلب. واختي يعني تعمل ريجيم، تاكل الا الذره، وعايزه يعني خبز خاص بالذره فقط. هل تستطيع ان حاضر. يعني انت عايزه الاكلات اللي فيها الذره. الخبز بالذره. بتاكل مكسيكي والتورتيه المكسيكي يا اختي. التورتيه المكسيكي بتتعمل بالذره الصفراء، وفيكي تعملي البيتزا بالذره الصفراء، يعني استبدلي المعجنات بالذره الصفراء، فطاير فيكي تعمليها بالذره الصفراء اللي هو الدقيق الصفراء. عملتها لكن ما نجحتش معاها. ما نجحتش معاها. يبقى نوعيه الدقيق اللي حضرتك بتشتريها خشنه، خلي بالك الذره الصفراء في منه خشن وفي منه ناعم. نجيب النوعيه الناعمه اللي هي رقم واحد. بنلاقي ناعم زي الدقيق القمح بتاعنا.
وانا جبته في المطبخ المكسيكي، واوعدك ان شاء الله هنعمل في الاسبوع الجاي ان شاء الله اكلات فيها ذره. ادي الذره، نعمل الخبز التورتيه والخبز المكسيكي، ده عملناه ولكن هنعمله مره واثنين وثلاثه علشان الاخوه في الجزائر. الله بارك الله فيك. قولي لي ايه رايك في المطبخ التونسي يا اختي؟ ايه ما شاء الله، يعني قريب للمطبخ الجزائري. قريب من ما طبعا، عايز اقول لحضرتك ها. المغربي والتونسي والجزائري الثلاثه قريبين لبعض جدا. نعم قريبين كثير. متابعاني برشا برشا اختي الكريمه؟ نعم. متابعاني برشا برشا؟ لا طيب. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، اشكر حضرتك على المداخله. انا دلوقتي حمرت البصله مع الثوم مع صدر الفرخه، بسيط جدا، عندنا كلنا فراخ وعندنا صدور دجاج، فتحنا الثلاجه. طب يا شيف ما في صدور دجاج في ليه لازم يعني اروح اشتري بالسوبر ماركت؟ اختي الكريمه كان عندنا فراخ امبارح وبيت عندنا نص فرخه في الثلاجه، هقطع نص الفرخه ده اطلعها اخليها من العظم واقطعها بالسكينه، بدل ما اعملها للعيال سندوتشات وهم طبعا ملوا من السندوتشات، عملتها شوربه بالدبابيش بالبقوليات بالحمص والفول. موضوع بسيط يعني، ممكن في صدر الفراخ دجاج باقي عندي في الثلاجه من امبارح مستوي، الشيف حمره مع البصله والثوم، لا في الحاله ديت مش هنحمره بالبصله والثوم، هنقطعه ونضيفه مع البقوليات اللي احنا هنضيفها دلوقتي. يبقى انا حمرت دلوقتي البصله مع الثوم مع الفراخ زي ما شفنا مع بعض اهوت، بحط شويه التوابل الجميله. التوابل ايه يا شيف انت قلت عليها؟ عندي شويه كراويه، شويه كزبره، كراويه وكزبره وكمون، كراويه وكزبره وكمون، وشويه كركم صغيرين. التوابل نقولها كمان مره للساده المشاهدين، شويه كراويه، شويه كمون، شويه كزبره، شويه كركم. ادي الكراويه والكمون ورشه فلفل صغيره مع شويه ملح، والموضوع ابسط مما تتخيله اهو، سنه كركم كده عشان تدي لون للشوربه، وشويه كمون. قصه التوابل في المطبخ التونسي او المغربي بنتحكم فيها لانهم بيتميزوا طبعا زي ما قلنا كل مطبخ وله مزايا في الاكل. اذا المطبخ اللبناني اشهر البهار عنده البهار الحلو والقرفه والزعتر، ده المطبخ اللبناني. معانا الحاجه ام محمد من السعوديه الشرقيه. الحاجه ام محمد من الشرقيه، السلام عليكم. الشرقيه، السلام عليكم. الشرقيه الكرم كله يا ام محمد. الله يبارك لك. الله يخليك. الله يبارك لك، اتفضلي. معاكي يا اختي. ماشي. ربنا يجزاك خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي معاكي يا اختي. الله يخليك. عليكم السلام. اتفضلي حضرتك معاكي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. كل سنه وانت طيبه. وانت وحضرتك طيب. اتفضلي. وحضرتك طيب. الله يخليك وحضرتك طيب. ربنا يجزيك خير على المطبخ. امين يا رب العالمين. كل يوم توريه لنا كده وتفرجنا على الاكلات الحلوه دي. كل يوم بندخل مطبخ جديد. اتفضلي معاكي. انا بطلب من حضرتك طلب. تحت امرك. انا ام الخمس بنات وعايزه الكتاب بتاع حضرتك. عينيا، حاضر، تحت امرك. نبعته ازاي؟ قولي لنا على طريقه نبعته ونبعته لحضرتك. احنا على الهوا اهوت عشان اللي بيقولوا الشيف مش بيبعت الكتاب. حضرتك بلغي الكنترول الكتاب يجي لك ازاي واوعدك ان هو هيوصل لك. طب ربنا يجازيك خير. هديه من قناه الرحمه والشيف. اتفضلي. عندنا البصلة حمرناها مع توم مع الفراخ مع الحمص مع الفول، الفول طبعا مسلوق والحمص مسلوق، خلوا بالكم عشان ما نجيبش الحمص نقول الشيف جاب حمص وفول ويحطه ينتظر انه يستوي مع الفراخ ويستوي مع البصلة، يكون طبعا الموضوع ايه قصة تانية ويبقى ندعي على الشيف. لا، الفول مستوي والحمص الشام مستوي، خلي بالنا، الفول مستوي وحمص الشام مستوي، مستوي من قبل. طب انا ما عنديش، هنروح على السوبر ماركت نشتري علبه فول او علبه حمص، ولكن في الحاله دي لازم نبص لتاريخ الصلاحيه ونوعيه المنتج علشان ما نروحش نشتري حاجه بايظه ونستخدمها في الشوربه وتكون سبب من اسباب فشل الشوربه بتاعتنا. يبقى عندنا بصله ناعمه مع دجاج مع فول مع حمص الشام زي ما شفنا مع بعض. الشيف قال فيه ايه؟ كزبره خضراء او بقدونس سوري وشويه كرفس. ادي الكرفس اهوت، وادي البقدونس اللي هو المعدنوس من المطبخ التونسي، حلو قوي. واضيف كميه الميه اللي المفروض ان احنا نضيفها ونتحكم فيها. الله، جميل قوي. في حاجه عايز اقول لحضراتكم عليها هنا،
اي طبق شوربه بنضيف له دقيق، يا بنضيف له نشا، او زي شوربه الحريره المغربيه بنضيف لها بيضه بعد ما بتغلي علشان تخليها حريره، اللون البيضة الجميل بعد ما بيدوب في الميه المغليه بتاعت شوربه الحريره. ولكن تعالوا على شوربه الحلال من الدبابيش، نلاحظ ان احنا عايزين الميه تبقى لها سماكه، والشوربه كده بيبقى لها سماكه، لا هي تقيله قوي ولا هي خفيفه قوي، واخده يعني لها سمك معين كده. الفول والحمص هو هيلعب الدور هنا، يبقى ما نستخدمش لا نشا ولا دقيق ولا بيض. ما نستخدمش لا نشا ولا دقيق ولا بيض، كلكم سامعين. الفول والحمص الشام بعد ما يستوي ويغلي مع الميه الجميله اللي احنا شايفينها ديت هيخلي الشوربه طعمها جميل، زائد ان المرقه بتاعت الشوربه هتكون طبعا سميكه شويه زيها زي اي شوربه انا بعملها. يبقى انا ما استخدمتش، ما ينفعش طبعا مع الفول ومع الحمص احط نشا هنا او احط دقيق خالص. اهوت الشوربه جاهزه اهيت جميله للشرب. طبعا هتغلي على النار، نخليها على النار كده، نغطيها ونخليها على النار. حلو قوي، نزود شويه ميه عشان تكفي الاسره الكريمه، بس طبعا ميه في المعقول يعني. اهوت حلو قوي، اسيبها كده على النار شويه كده. انا خلصت من الشوربه، هشوف غطا هنا اغطيها، ده تقريبا يغطيها، لا ده صغير. حلوه، يبقى احنا كده خلصنا من اول حاجه اللي هو طبق الشوربه الجميل اللي الشيف عمله، وسهل جدا، ما خدش من الوقت زي ما انتم شفتوا مع بعض، كل شيء على الطبيعه. باقي معجون الطماطم احنا سينه هنا، نحط شويه صغيرين. طبعا المقادير قدامي عشان ما انساش، يعني تقريبا نقول قد ايه يا شيف؟ معلقه اكله صغيره او معلقه شاي اهيت، بدوبها كده في الشوربه بس كده خلاص. حلو قوي، نغطيها ونخليها ايه تسبح على النار. هندخل عليه يا شيف بعد كده، هندخل على حاجه حلوه قوي بقى، طاجين سمك بالخضار. ادي الشوربه خلاص خلصنا منها، هتغلي على النار، بعد ما تغلي وتستوي نوطي النار، يعني نكسر النار ونخلي النار هاديه خالص لغايه لما يجوا الافراد الاسره الكرام نعبي لهم الشوربه ويشربوها. هنعمل بعد كده طاجين سمك بالخضار. ادي طاجين سمك بالخضار، مقاديره تطلع للساده المشاهدين علشان يشوفوا ايه المقادير. عندنا سمك فيليه يا اما وقار يا اما هامور، وعندنا بقدونس اللي هو المعدنوس، وعندنا ايه كمان يا شيف؟ وعندنا التوابل، وعندنا الخضره بازيلا وبطاطس وشويه بصل وشويه ثوم. الحاجات دي مهمه جدا ان احنا نخلي بالنا تكون موجوده عندنا. عندنا بيض ني وبيض مسلوق وبازيلا وجبنه مبشوره وبطاطس مقليه قليناها مع بعض في بدايه الحلقه، وكركم وكزبره ناشفه وكراويه ناعمه وبصله مفرومه ناعم. المقادير على السريع: سمك فيليه، اي نوع سمك فيليه بس يكون خالي من الحسك او الشوك، معاهم بطين مسلوقين وبطين نيين، بطين مسلوقين وبطين نيين موجودين عندنا، مع 100 جرام جبنه مبشوره تقريبا، مع حبيتين بطاطس متقطعين ناعمين، مع معدنوس اللي هو البقدونس، مع الكركم والكزبره والكراويه وبصله ناعمه وشويه ثوم مع البازيلا الخضراء. تعالوا نشوفوا مع بعض هنعمل ازاي. معانا اتصال، سلام عليكم. معانا الاخت هاله من الجيزه. الاخت هاله سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اخت. لو سمحت يا شيف، انا اولا يعني عايزه اسالك عن الكبسه، بنحط لها الرز قد ايه؟ ميه قد ايه على الرز؟ الكبسه؟ حسب مقدار الرز يا اخت، وحسب نوعيه الرز عشان ما تعجنش معاكي. ماشي. حسب مقدار الرز وحسب نوعيه الرز. طب انا جاوبت على مرتين على سؤال وما خدتش كتاب. طب سبت العنوان حضرتك ورقم التليفون في الكنترول؟ سبته. طيب الاخوه هيراجعوا مع حضرتك دلوقتي، يا ريت ترجع للكنترول وهيراجع معاك العنوان، لان احنا طبعا بنبعت لكل الساده المشاهدين اللي شاركونا باتصالهم، بنبعت لهم الكتاب لغايه عندهم. حضرتك ليكي سؤال وتعليق على المطبخ التونسي؟ لا هو بصراحه مطبخ جميل وبتتعلم منه يعني. بتتعلمي؟ طب الحمد لله، لازم نخش كل المطابخ علشان نعرف اسرار الاكلات عندهم. ماشي يا اختي، اشكر حضرتك على المداخله. مقادير الطاجين السمك، احنا قلنا السمك موجود عندنا، هنعمل الخلطه بتاعه الخضار بتاعه الطاجين السمك. البطاطس احنا قليناها مع بعض شفناها، بنجيب البطاطسايه نقشرها نقطعها مكعبات صغيره، بعد ما بتتقلي بتبقى معانا بالشكل الجميل ده، مع 100 جرام جبنه مبشوره، اي نوع جبنه، يا اما شيدر يا اما بارميجان،
حلو قوي، مع شويه معدنوس اللي هو البقدونس اهوت، موضوع سهل خالص اهوت. معانا بطين نيين وبطين مسلوقين، هنحذر فزر فين المسلوق هنا وفين الني. ها ده الني، نكسر كده الني واحده واحده بره زي ما تعودنا والشيف عودنا عشان ما نتفاجئش ببيضه نلاقيها بايظه. ادي واحده ننزل بيها كده على الخلطه الجميله، وادي الثانيه كويس قوي. دايما البيض نكسره واحده واحده زي ما احنا عملنا كده، وما نستعجلش عشان احنا في ايام الصيف اكيد نتفاجئ ببيضه فاسده او خلافه. عندي شويه بازلة خضراء، البازلة ودي مسلوقه جاهزه مش نيه، لازم نخلي بالنا. بنحط شويه البازلة دول كده خضره زي ما احنا عايزين. طب ممكن نحط جزر متقطع يا شيف؟ ممكن، ولكن خلينا ايه نبقى الاكله كده بمقاديرها وتبقى جميله معروفه. شويه طماطم متقطعين ناعمين اهوت، حلو قوي. شويه هريسه، الهريسه الفلفله الحاره المطحونه، حلو قوي. بقى يا شيف بقى شويه بصل، انت قلت لنا شويه بصل مفرومين ناعم، حلو قوي. السمك بيحب الايه؟ بيحب التوم ويحب الليمون. ادي التوم وادي عصير الليمون، فين عصير الليمون؟ ادي عصير الليمون. موضوع ابسط مما تتخيلوا اهوت. بقى يا شيف تاني البطين المسلوقين اللي انت جايبهم اهوت، هنقشرهم. طلعوا مسلوقين. بعد ما نقشرهم كده هنقطعهم مكعبات ونضيفهم للخلطه بتاعه الخضار. الموضوع بسيط خالص اهوت، كل حاجه قدام حضراتكم بنعملها، حتى البيض بنقشره اهوت عشان نعرف البيض اتقشر معانا بسرعه ازاي. اقول لكم على سر، تدفعوا لي كام؟ سر ان البيض لما نقشر البيضه تطلع معايا بسرعه القشره. اقول لكم معانا اتصال، بعد الاتصال ده اقول لكم. معانا اتصال من الشرقيه، اخت ام روان. السلام عليكم يا شيخ. سلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير. الله يبارك لك يا اختي، اتفضلي. تسلم ايدك يا شيخ والله على الحاجات الجميله اللي بتعملها لنا. الله يبارك لك. انا بقول لحضرتك انا اتصلت مرتين يا شيخ وجاوبت على الاسئله وما جاليش الكتاب. معقوله؟ والله. كده ده احنا داخلين على شهر كريم. داخلين على شهر كريم، لازم يوصلك الكتاب عشان تقدري تستعيني بيه في الشهر الكريم. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه، يا ريت تتصلي على الكنترول وترجع للكنترول وتسيبي العنوان واحنا هنبعته لحضرتك. ليكي تعليق يا اختي الكريمه على المطبخ التونسي؟ جميل والله، كل يوم بنستفيد منك حاجه جديده والله. بتعرفي تعملي مطبخ تونسي، اكلات تونسيه؟ ان شاء الله. شفت ازاي بحط البيض المسلوق مع الخلطه؟ يا اختي ايه رايك في الاقتصاد بالمطبخ؟ سهل؟ سهل جدا والله. فين نعمله في البيت؟ ببساطه وسهل، اقتصاديه والله جدا. الله يبارك لك. لازم تكون اقتصاديه علشان طبعا كلنا نقدر نعمل الاكل الجميل ده. صح، تسلم ايدك يا شيخ. الله يبارك لك يا اختي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. قلنا طماطم مع بازلة مع بطاطس مقليه مكعبات صغيره مع بيض ني، يعني بيض ني يعني بيض عادي خالص. انا بقول ني طبعا عشان في بيض مسلوق، لكن لو احنا هنضيف بيض بنقول بيض عادي يعني عشان نعرف برضه. مع بيضتين مسلوقين شفناهم مع بعض، مع توم، مع شويه هريسه زي ما شفنا، مع ما عندي شويه كريمه لباني موجودين اهمت، بنضيف شويه منهم كده كريمه لباني او حليب، يا كريمه لباني يا حليب. حلو. معانا التوابل قلنا يا شيف، شويه كراويه، كمون ما ننساش حبيب السمك، حلو قوي. شويه كراويه، شويه كركم صغيرين، طبعا عارفين السمك بيحب الكركم وشوربه السي فود بالذات، حلو قوي. موضوع بسيط خالص. باقي عندي رشه جريئه اللي هي رشه الفلفل الاسود. الله، شايفين الفلفل الاسود لما ينطحن كده مباشره افضل بكتير ما يكون مطحون ومركون في الدين في المطبخ في الدواليب ونقعد ندور عليه وفي الاخر نلاقي علبه بعيده كده تايهه في وسط العلب فلفل اسود، لا له رائحه ولا طعم. فنجيب البتاعه الجميله دهيت ونخليها عندنا ونحط شويه فلفل حصى ونطحن الفلفل وقت اللزوم. شايفين الشوربه الجميله؟ الله الله الله، سمعوني بقى يا جماله، بس من قلبكم والنبي اهيت يا جماله، حتى الكنترول معايا بقول يا جماله. عارفين ليه؟ علشان اتوصى بيه شويه. شايفين الشوربه الجميله؟ اهيت.
نخليها على جنب كده ونوطي النار عليها، انا وعدتكم نوطي النار ونسيبها. حلو قوي. شوف الخلطه، نرجع لموضوع السمك. ادي الخلطه، ايه الشكل الجميل ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الالوان الجميله ديت؟ بصل، طماطم، بيض ني، بيض مسلوق، شويه معدنوس اللي هو البقدونس، جبنه مبشوره شيدر، التوابل الجميله، الكركم والكراويه والكزبره الناشفه والكمون، شويه في الله الله. حلو قوي. هنعمل ايه بعد كده يا شيف؟ ده هيخش على السمك. احنا متعودين ناكل السمك يا اما مقلي يا اما مشوي يا اما زيت وليمون يا اما صينيه في الفرن، بس ما شفناش الشكل الجميل ده قبل كده. لا جربه، ما احنا لازم، المطبخ التونسي غني بالاكلات بتاعته. ادي طاجين، فيه يكون فخار او بايركس ازاز زي ده كده حسب ما انا عايز، يا اما في طاجن فخار يا اما في بايركس ازاز، الصينيه زي ما احنا عايزين، ولكن اهم حاجه المقادير. بقى عندي السمك الجميل ده هنا، هعمل حاجه جميله. السمك اهوت فيليه، جايب انا فيليه قشر بياض. طبعا نوعيه الفيليه حسب رغبتكم، طبعا علشان السمك ما يزعلش مني بعمل ايه؟ بتبله بشويه توابل كده، شويه عصير ليمون، علشان لو الراجل اللي بيلع السمك ده مش مغسول كويس يبقى انا كده تبلته كويس. شويه ليمون، شويه توابل من الباقيه اللي عندي هنا اللي انا حطيتها برضو على الخلطه الجميله، كمون على كراويه على شويه كزبره كده. تبلت السمك كده بالشكل الجميل ده مع فص ثوم حلو، مهم جدا الموضوع كده، وشويه ملح. يعني انا بتبل السمك علشان يشرب التوابل الجميله. خلي بالكم شويه ملح هنا برضو على الجمال ده، وشويه ملح للشوربه. طالما مسكنا الملح في ايدينا اهوت، يبقى انا كده مسكت الملح مره واحده وتبلت الشغل بتاعي، علشان ما ننساش وجاي علينا شهر رمضان الكريم نحط الملح في الاكل مرتين وننسى، ونقعد على السفره واحنا جعانين نتفاجئ ان الملح كتير في الاكل ومشاكل تحصل بقى الله اعلم ايه هي، ونقوم غضبانين. فعايزين في الشهر الكريم ده طبعا كل حاجه تكون ايه مظبوطه. كده هنعمل ايه بعد كده؟ هنلبس جوانتي كده عشان السمك ده كده نتبله كويس. معانا اتصال، مين معانا اتصال؟ من ام عمر. سلام عليك يا ام عمر. اهلا وسهلا. سلام ورحمه الله وبركاته. انا بنتها يا اخوي. الله يبارك لك. انت عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الله يبارك لك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا اخوي. اتفضلي. بقولك النبي، اتفضل تحت امرك. الفسيخ اللي انت عاملينه جميل قوي. نعم. الفسيخ اللي انت عملته قبل كده، الايس كريم اللي انت عملته لنا، الفسيخ جميل، الفسيخ قوي. الفسيخ وعملته. والاكل اللي انت بتعمله جميل قوي قوي. الله يبارك لك. الله يبارك لك. انا بدعي لك ليل ونهار. بس انا عايز الدعوات، بس الدعوات الدعوات الدعوات. طيب. الله يبارك لك. الدعوات. بقولك النبي يا رب يخليك. امين يا رب العالمين. امريني. امريني يا حاجه. عايز النبي الكتاب. الكتاب. حضرتك ساكنه فين؟ انا ساكنه في بولاق. في بولاق، بولاق الدكرور ولا بولاق؟ بولاق الدكرور. بولاق الدكرور. بصي هي يعني خطوتين، يا اما تكوني في قناه الرحمه هنا هتاخديه، هتلاقيه مع مع السيكوريتي، هسيبه لحضرتك. اسمك ايه؟ انا ام مصطفى. ام مصطفى. بنتي اللي اسمها ام عمر. طيب هتلاقيه مع واحد سيكوريتي اسمه محمد، تاخدي منه الكتاب ومكتوب عليه اسم حضرتك. عشان الدعوتين الجمال اللي انت دعتهم لنا بحاجه للدعوات دي، والله بحاجه للدعوات دي يا اختي. بس ما اعرفش انت فين. يا اما تيجي مطعم الشيف في 6 اكتوبر تلاقي الكتاب هتاخديه. 6 اكتوبر؟ مطعم الشيف. طب ماشي اروح ل 6 اكتوبر. مطعم الشيف طمنت كده، هتروح المطعم تاخد الكتاب من هناك. بس هيدوا يدوني؟ مطعم الشيف في 6 اكتوبر. ماشي. ونبي سلمنا على الشيخ محمد حسان. حاضر يا اختي ان شاء الله باذن الله. طيبين يا رب، ودايما تبقوا موجودين في انا حاسس ان الدعوات طالعه من قلبك يا اختي. يا والله يا رب يخليك يا ابني، يصلح لكم الحال. والله انا حاسس بده، ربنا يسترها معاك يا رب. انتوا طيبين. بحاجة للدعوات الجميلة ديت في الأيام المباركة إن شاء الله. يا رب ويكون سنة حلوة على البلد كلها. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. لو رحت مش هيقولوا لي لأ؟ نعم؟ لو رحت طب أختي الكريمة زي ما وعدتك تشرفي إن شاء الله وتاخدي الكتاب. أنا دلوقتي حطيت الخضرة، طبقة خضرة في الأرضية بتاعة البايركس أو الطاجين زي ما شفنا مع بعض.
الخليط اللي انا عملته ورصيت السمك بعد ما تبلته كويس بليمون وشويه توابل من اللي موجوده عندي، التابل اللي فاضل عندي. وبعد كده يا شيف جبنا السمك رصناه، وعندي بقيه الخلطه الجميله اهيت هنزل بيها كده. الله، شايفين السمك ده؟ سمك. لو قطعنا بقى فلفل ورومي وبصل وطماطم ونقول الصياديه، لا اهو طاجين سمك بالخضار، البطاطس الجميله مع البازيلا، الالوان الجميله ديت شايفين اهو. حتى خرجنا عن المألوف، دايما نقول بازيلا وجزر، بازيلا وجزر، البازيلا مرتبطه بالجزر حتى في الرز. عارفين ليه بازيلا مرتبطه بالجزر؟ لانها بتتباع في السوبر ماركت بازيلا مع الجزر. ما نغير، بدل الجزر يبقى بطاطس اهو. شايفين الشكل الجميل ده؟ اهو سهل خالص. تعالوا اتفرجوا بقى، البيض وهيلعب دور هنا، البيض الني مع البيض المسلوق هيعمل ايه يا شيف؟ الله. بعد الصينيه دي ما تستوي، مش هنلاقيها بقى مصيصه زي السمك اللي احنا عارفينه ونلاقي الصوص راكن على جنبه طماطم، لا مفيش صوص خالص، لان البيض الني ده هيلعب دور النشا، هيلعب دور الدقيق زي ما احنا عارفين. النشا والدقيق له دور في الصواني او في الشوربه، بيخلي الصوص سميك شويه وبيمسكه شويه حتى في البشاميل. اما البيض الني هنا اللي احنا ضفناه هيلعب دور حلو قوي في ان هو هيخلي طبعا الطاجين السمك ده سميك شويه وجميل. هنعمل حاجه حلوه هنا، البايركس اللي انا هحطه في الفرن ده طبعا فيه شويه ميه او صوص في الجناب، هعمل حاجه جميله. لو حطيت الصينيه دي في الفرن زي ما هي انا مش شايف فيه اي اكل، ولكن الحاجات الصغيره دي بعد ما تطلع من الفرن هنلاقي البايركس اسود من الجناب. شوف انا عملت ايه، انا والله صريح معاكم وصادق معاكم، بقول لكم كل حاجه من قلبي والمعلومه بتطلع ايد. الحركه اللي انا عملتها دي حركه صغيره خالص، لان في حاجه لاحظ الشكل الجميل ده، هعمل كده، هجيب قرن اخضر، احنا حطينا قرن احمر، يا رب نلاقي واحد اخضر هنا، جدع يا حلمي. نقطعه كده برضو نصين، حطه هنا كده، شفتوا الجمال؟ اهوت هوديه على فين بعد كده؟ على الفرن. الفرن يكون سخن وحار، درجة حرارته 180 ل 200، الفرن درجة حرارته 180 ل 200، ما احطهاش في الفرن واولع الفرن وهي جوه. ازمة الشيف علمنا غلط وبوظ الخضار، وجينا نتغدى ندعي على الشيف بدل ما بندعي له دعوتين حلوين يقعدوا من نصيبه. لا، الفرن يا اختي الكريمه ويا اخي الكريم يكون مولع درجه حرارته 180 ل 200، نحط فيه الصينيه الجميله ديت علشان تستوي معايا بسرعه والسمك يستوي بسرعه وياخد البهريز بتاع الخضار. اما لو حطيتها والفرن مطفي وولعت الفرن، على الفرن ما يسخن الصينيه دي هتتعرض للفشل الذريع. ايه هو بقى؟ هنلاقي البيض نشف وبقى ايه؟ مجملد وزي العجينه كده، دي رقم واحد. رقم اتنين، الخضار نفسه نشف بقى زي التفل. السمك الصوص بتاعه نشف، الصينيه بقى شكلها مجليف باللغه العاميه بتاعتنا، ولكن لازم الفرن يكون سخن زي ما موجود عندنا، درجه حرارته موجود. بحطها فين يا شيف؟ في الوسط، ما احطهاش لا فوق ولا تحت، خلي بالكم لا احطها لا فوق ولا تحت، بحطها في نص الفرن اهو. نخليها في الفرن مع بعض تقريبا 20 دقيقه. معانا اتصال؟ معانا الاخت ناهد من القاهره. اتصال الاخت ناهد من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم الاخت ناهد. الحمد لله رب العالمين، كل سنه طيبه. حضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيبه. اتفضلي. تسلم ايديك على الاكلات الجميله. الله يبارك لك. ايه رايك في المطبخ التونسي؟ يا رب علمتنك كتير وما زال عندك الكتير. الحمد لله رب العالمين، كله بفضل من الله سبحانه وتعالى. النظافه اهم حاجه يا اختي الكريمه، زي ما بنضف كده. اتفضلي حضرتك يا حاج، انا معاكي. الطحينة الخام والتومية. عايزة التومية؟ التومية والكتاب. والكتاب؟ طب التومية ولا الكتاب؟ الاثنين. حاضر يا أختي. الاثنين. حاضر ماشي، كل سنة وأنت طيب. تليفون حضرتك. مع الكنترول يا أختي الكريمة، ارجع للكنترول وهو هيدي لحضرتك حضرتك اللي أنت عايزاه. وأشكرك على المشاركة الجميلة. هنعمل إيه دلوقتي؟ خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع مع بعض نشوف المايونيز هنعمله ازاي، الشيف هيعمل لنا المايونيز النهارده ازاي،
وسر نجاح المايونيز. والتومية اللي طلبتها الحاجة الكريمة الأخت الفاضلة دلوقتي عايزة تعرف التومية، سهلة جدا. هنعمل التومية، يبقى هنعمل التومية وهنعمل دلوقتي المايونيز وهنعمل سلطة الرز بالمايونيز على المطبخ من المطبخ التونسي، ونرجع نشوف مع بعض أشهى وأشهر الأكلات من المطبخ التونسي. ما تروحوش بعيد بعد الفاصل. الله عليك على طشتك من كل دولة وجبتك، والطلة حلوة طلتك، والطعم كله كله في أكلتك. أكاديمية الشيف لتعليم فنون الطهي، ورشة عمل لتعليم فنون الطهي لك ولك في آن واحد. أكاديمية الشيف، أشهى المأكولات، ألذ الأطباق. أكاديمية الشيف، في أقل الأوقات تقدري تعملي أحلى الأكلات. أكاديمية الشيف لتعليم فنون الطهي مع الشيف أحمد المغازي. المطبخ فن وإبداع. العنوان: السادس من أكتوبر، المحور المركزي بعد ميدان الحصري بخمسمائة متر فقط. التليفونات 019-411-6006 أو 014-99-28-288 أو 02-383-4544. بادر بحجز مكانك، خصم خاص لفترة محدودة. التعليم لمدة شهرين 1100 جنيه شاملة الخامات. أحمد المغازي. الرحمة فيض الرحمن، وقناة الهدي الرباني، قبس من نور القرآن، ورياض الجنة للعاني. الأكل علم ومعلمة، وأصول تناسب همتك، وعشان رضاك ومعزتك شيف المغازي في خدمتك. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. إحنا عندنا الشوربة في النار، وعندنا شايفين الجمال بتاع الأستاذ المخرج، يا جماله. نقول له يا جماله، تقول الكل في البرنامج الجميل ده يا جماله، مش الشيب بس، عشان كل الناس دي بتجتهد. وعندنا الصينية في الفرن، يا جبهنا بقى كده وفي الفرن، الله يا جماله. شايفين الدلع والجمال، حلو قوي. نعمل ايه بعد كده يا شيف؟ نعمل نوطي النار شوية كده على الفرن، برقم واحد. رقم اتنين، الشوربة على النار. تعالوا مع بعض نشوف سلطة الرز من المطبخ التونسي. سلطة الرز ديت جميلة جدا وسهلة جدا. هنعمل حاجة حلوة قوي، المايونيز هنعمله مع بعض علشان السادة المشاهدين، ونشوف مقادير سلطة الرز الأول للسادة المشاهدين. عبارة عن رز مسلوق، شوية بازيلا أو جمبري ممكن، أو كاليماري مطع ناعم، يعني ينضف لها يا إما خضرة يا إما حاجة سيفود، جمبري أو كاليماري أو سمك فيليه، يعني صدور دجاج نقطعه ونسلوه، صدر دجاجة كده متقطع وبعد ما يستوي طبعا نقطعه مكعبات صغيرة، أو صدر دجاجة بقى عندي في التلاجة، مع شوية بقدونس ناعمين هنزين بهم السلطة، مع جبنة مبشورة، مع بصلاية ناعمة، فص توم، مع المايونيز هنضيفه لسلطة الرز، وعصير الليمون. المقادير موجودة على الشاشة للسادة المشاهدين: رز بازيلا أو جمبري أو كاليماري زي ما احنا عايزين، بصل انا، مايونيز، توم، معدنوس اللي هو البقدونس، جبنه مبشوره. ونشوف مع بعض ازاي هنعمل المايونيز. قصه المايونيز والتوميه فيها كلام كتير. يعني ايه كلام كتير يا شيف؟ التوميه البعض يضيف لها بطاطس، والبعض ما يضيفلهاش بطاطس، والبعض يعملها ببياض البيض. احنا مطبخنا مطبخ ايه؟ اقتصادي كمان، ايه؟ فن وابداع. طب ما نبدع ونتفنن وفي نفس الوقت نقتصد. كل الناس بتاكل فول، بس ناكله بطريقه جميله، ندلعه
كل الناس بتاكل بطاطس بس نعملها بطريقه جميله، يعني كله دي موجوده بس طريقه الاعداد والتحضير والاكل لازم بطريقه شيك وطريقه بسيطه وطريقه فيها ابداع وفن، زي الشيف ما بيقول دايما المطبخ فن وابداع. التوميه عشان الاخت اللي اتصلت الفاضله، هنعمل مايونيز عايزينها بالتوم، بنجيب فص توم ناعم قوي كريمه، توم ناعم زي الكريمه كده زي ناعم قوي زي المرهم، ونخلطه مع المايونيز بقى التوميه. تتقدم توميه مع سندوتشات الشاورما، مع سندوتشات اللحمه، مع سندوتشات الرزبيف، زي ما احنا عايزين. البعض يجيب بطاطسايه مسلوقه ناعم، وبعد ما يسلقها زي البوريه، لو انتوا فاكرين البطاطس البوريه، ما يضيفش لا حليب ولا زبده ولا اي حاجه ولا كريمه، بطاطس بس زي اللي بنحطها في عجينه البيتزا. نسلقها جامد البطاطسايه ديت، بعد ما بنسلقها جامد بنجيب الشوكه ننعمها قوي زيها زي المايونيز، ونعمل المايونيز ونجيب البطاطسايه ديت نضيفها للمايونيز مع فص ثوم، بقت توميه بالبطاطس. شفتوا الجمال؟ بقت توميه بالايه؟ بالبطاطس. هنستخدمها في السندوتشات. معانا اتصال؟ معانا اتصال من الدقهليه الاخت اسماء. قطع الاتصال. البيض هنعمل المايونيز ازاي؟ ادي البيض اهوت، واحده واحده اهوت، عشان الناس اللي بتسال على المايونيز جايه لي اسئله قد كده على الفيسبوك، عايز اعرف طريقه عمل المايونيز يا شيف. ادي البطين بحطهم في الخلاط. ادي البيضه. ما غلطش، خلي بالك يا شيف علشان ما حدش يقول الشيف بيغلط. انا كسرت الاولى حطيتها في البرطمان هنا. لو هي بايظه هفضي البرطمان ده او الكوز ده واغسله وخلاص، خلصت من بيضه. ما ينفعش دي احطها هنا دلوقتي، لا احطها في الطبق. حلو؟ شفتوا الجمال؟ نخلي بالنا من الحاجات الصغيره ديت، ما تنساش. لقيتها جميله وحلوه وربنا مبارك فيها وسمي بسم الله الرحمن الرحيم، احطها على الثانيه. حلو قوي؟ حلو قوي. نعمل ايه بعد كده يا شيف؟ معانا اتصال. معانا اتصال من اسكندريه، ام محمد. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا ام محمد؟ ايوه كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله رب العالمين. وكل العاملين في القناه. الله يبارك لك. ربنا يبارك لك، ربنا يخليك. امين. انا متابعه القناه مع حضرتك. امين يا رب العالمين. حضرتك. امين يا رب. انا رحت دورت عليه في فتح الله ما لقيتش. دورت عليه حضرتك؟ في فتح الله ما لقيتش، مش موجود. على الكتاب؟ انا عايزاه هديه من حضرتك. في موجود دلوقتي في المكتبات. ما لقيتش والله. ممكن تبعته لي طيب؟ حضرتك ارجع للكنترول وحضرتك يديكي رقم التليفون اللي موجود في الكتاب. ارجع للكنترول حضرتك. ليكي تعليق على المطبخ التونسي يا اختي؟ الو؟ الو؟ ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يخليكم، انا عايزه الكتاب بتاع. نعم يا اختي. انا هنا بعمل المايونيز، بضرب كده، بنزل بسرسوب زيت. عايز اقول حاجه للساده المشاهدين، لما جيت اعمل مايونيز البيض ضربته مع سرسوب من الزيت، ما انزلش بالزيت كله مره واحده، بجيب الازازه اذا هي مفتوحه بخرم فيها خرم بالسكينه وانزل بسرسوب زيت صغير كده، اي نوع زيت بس مش زيت زيتون. الزيتونه لا، زيت عادي بس الزيت يكون لونه فاتح، ما نجيبش الزيت اللي لونه غامق، ما نغلطش ونعمل مايونيز بزيت قليه او زيت مقلي فيه قبل كده، لا اجيب زيت لونه صافي، لونه ابيض، مش هنذكر اسماء، لونه ابيض، زيت صافي. اجيبه واعمل بيه المايونيز وانزل بسرسوب كده، واحده واحده، لغايه لما ايه؟ صوت الخلاط في الاول له صوت. في نص ما بحط الزيت له صوت. لما يطلع معايا المايونيز وخلاص له صوت. ايه الثلاث اصوات يا شيف؟ ايه اللغز ده؟ اول ما بحط البطين صوت الخلاط صوته عالي قوي وصوت ناعم كده. عالي يعني صوت معروف خلاط شغال. في نص ما انا بحط الزيت نلاقي صوت الخلاط كأن واحد زور، يعني الصوت بقى ايه؟ تخين شويه بس سامعينه. فطلع المايونيز خلاص وانا بحط الزيت هنلاقي الخلاط مالوش صوت، صوت حاجه كده كأننا بنعمل عجينه وبنضربها، بقى مكتوم كأن الخلاط بايظ كده مكتوم. وكفينا شر مشاكل الخلاطات.
نيجي نعمل الزيت كده اهوت اهوت طلع المايونيز كده. نعمل ايه بعد كده؟ عايز المايونيز يبقى لونه ابيض. حلو طبيعي. عندي شويه خل عادي، بحطش خل تفاح، خل ابيض، بحط شويه خل ابيض. يبقى الخل الابيض فايدته للمايونيز الزفاره في البيض منعها، زائد ان بيخلي لون المايونيز لونه ابيض، يبقى انا احط شويه خل ابيض. حلو قوي. طيب البيض ده انت هتاكلنا بيض ني يا شيف، المايونيز ده احنا كنا فاكرينه غير كده، بيض وضربته مع زيت. ما انا حطيت الخل، احنا الخل ده له دور، الفسيخ وخللناه بالملح، البيض وهنخلله بالايه؟ بالخل. حطينا شويه خل ابيض، وحطينا كمان يا شيف عصير ليمون. الله الله الله. يبقى انا عملت المايونيز بايه؟ عملته بخل ابيض وعصير ليمون. رقم واحد عشان الزفاره، رقم اتنين يبقى الخل البيض كسرته بالخل وكلته بيض مستوي. اهوت حلوه بقى. المايونيز بيتملح يا شيف؟ بيتملح، بس في حاجه عايز اقولها لحضراتكم. لما اضيف ملح لصوص كوكتيل او لمايونيز او خلافه، اخلي الملح دايما بالسالب مش بالموجب. يعني ايه بالسالب يا شيف؟ انت بتكلمنا لوغاريتمات. يعني دايما احس. الله الله، شايفين الجمال؟ صينيه السمك بتناديلي. يعني ايه الخل بالسالب يا شيف؟ الخل بالسالب يعني المايونيز ده هضيفه على سلطة رز، هضيفه على سمك، هضيفه على كيتش، بالتأكيد هيكون الحاجة دي فيها ملح. فنخلي الملح دايما قليل في سلطة المايونيز أو خلافه، بس طبعا أكثر الايه؟ الدلع بتاعه شوية، الدلوعة بتاعته شوية. يبقى أحط الملح بالسالب بالقليل. حلو قوي. الحاجات الصغيرة دي نخلي بالنا منها. أهو خلص الموضوع. نضرب الخلاط كمان مرة. خلص المايونيز معانا. عايزين نعمل توميه، هنشوف هنعمل التوميه ازاي مع بعض. عايز اقول لحضراتكم حاجه، لما استعمل الخلاط يا اختي الكريمه لازم اشيل الفيشه، لان ممكن يحصل تاتش في التيار الكهربي يعمل لي ماس يولع لي الدنيا. يبقى نخلص من الخلاط نرفع الفيشه من الكهرباء، ما نسيبهاش، لان ممكن يشتغل لوحده. لان سر تشغيل الخلاط هنا العلامه الصغيره دي، الحاجات الصغيره دي لازم نعرفها. في تكه صغيره هنا في الخلاط، ممكن مثلا ايه؟ عيل يلعب بسكينه، يحصل حاجه الخلاط يشتغل، بعد ما يشتغل ويسخر كتير نلاقيه عمل ماس كهرباء وولع علينا الدنيا. مهم جدا بعد ما نستخدم خلاط، كبه، حاجات الصغيره دي اتعصره، نبيتها في المطبخ بالليل مرفوعه على الفيشه، عشان ما يحصلش ماس كهرباء ما بين موتور الخلاط اللي ملفوف جوه من النحاس وما بين الفيشه الكهرباء اللي هي في الكهرباء. كده انا ركنت الخلاط. معانا اتصال؟ معانا اتصال من الدهلية لأخت أسماء. الأخت أسماء عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. لو أنا أسماء. إزيك يا أسماء؟ اتفضلي. أنا أسماء. أنا معجبة جدا بأكلاتك يا شيخ. الله يبارك لك. ممكن توطي التلفزيون حضرتك؟ انا على طول متابعه ومعجبه جدا بالمطبخ التونسي. الله يبارك لك. اتفضلي وطي التلفزيون شويه حضرتك. لو سمحت انا ممكن بس اعرف ازاي اوصل للكتاب بتاع حضرتك عشان استفيد. ارجع للكنترول حضرتك وهتلاقي العنوان والتليفون اللي موجود في الكتاب. حضرتك ليكي تعليق على المطبخ التونسي؟ طيب هنشوف هنعمل ازاي مع بعض سلطة الرز من المطبخ التونسي. عندي شوية بازيلا مسلوين، حلو قوي. عندي شوية بصل مفرومين ناعم. عملية تقدرية للبصل، يعني فينا نزود أو فينا نقلل زي ما احنا عايزين. عايز أنا مثلا ما أكلش مع السلطة بصل، ما أضيفش بصل. شوية رز مسلوين بالشكل الجميل ده، ولو عندي شويه رز بيتين في التلاجه هنوديهم يعني بعد كده ما لهمش شغل عندنا، نعمل بهم سلطه. اهوت
التومية أو المايونيز، بنضيف شوية مايونيز طبعا، المايونيز يتعبى برطمان ويتحط في التلاجة يمسك أكتر وأكتر. نحط فص توم، الجبنة المبشورة، جبنة بارميجان أو جبنة شيدر مبشورة زي ما احنا عايزين. نقول تاني مقادير سلطة الرز مع حضراتكم عشان تشوفوها: رز مسلوق، بازيلا أو جمبري أو أي نوع من أنواع الدجاج، مثلا نمسك الدجاج نقطعه مكعبات، دجاج مسلوق زي ما احنا عايزين، صدر دجاجة مشوي. وبعد كده بنحط الجبنة المبشورة، أي نوع جبنة، يا إما بارميزان يا إما شيدر، الجبنة اللي هي السميكة شوية أو اليابسة يعني. بصلة ناعمة، فص توم، مش هحط توابل هنا حاجة تانية غير رشة فلفل كده هبشرها برشة برشة اهوت. فين الفلفل؟ حلو قوي، خلصت الشوربة، خلصت قصدي سلطة الرز، شايفين الجمال ده؟ حلو قوي. هنغرفها بشكل جميل قوي هيعجبكم دلوقتي، وخليها في التلاجة على ما نطلع السمك مع بعض ونشوف الشوربة الجميلة. المايونيز عايزين نشيله في التلاجة، بنغطيه ونشيله في التلاجة طبعا بيمسك أكتر وأكتر. عايزين التومية زي ما قلت لكم، بنضيف للمايونيز توم أو بطاطس بوريه مع التوم، وتبقى التومية تسمى باسمها، يا إما تومية بالبطاطس يا إما تومية بس كده الموضوع. كذلك صوص طرطار، بنسمع في المطاعم وفي نخش كده بنلاقي صوص طرطار. هو صوص طرطار ده أو طرطار صوص، بقدونس ناعم، الكابر الصغير أو الخيار المخلل. طبعا احنا مش هنروح نجيب علبة الكابر اللي قد كده ولا الاسباركوس اللي البلميتو بنلاقيه ب 30 جنيه وب 50 جنيه، ال 50 جنيه دول ياكلوا عيلة. لا، هنجيب الخيار المخلل، كلنا عارفين الخيار المخلل فين نخلله في البيت. هنجيب حبات خيار نشيل البذر من جواها ونقطعها مكعبات صغيرة مع شوية بقدونس ونضيفها للمايونيز، بقى صوص طرطار، نستخدمه مع السندوتشات جمبري أو خلافه. كده خلاص خلصنا من السلطة بالشكل الجميل ده. بجيب قالب، إذا أنا عاملها سلطة الرز بالجمبري أو بالسمك، في قوالب على شكل سمكة موجود، الحاجات دي كلها موجودة عند الناس اللي بتبيع أدوات المطبخ. هنجيب قالب ونحط فيه سلطة الرز بالجمبري أو بالسبيط، تبقى مغروفة كده على شكل إيه؟ سمكة. أعملها بالخضار زي ما كده، في قالب اللي هو بتاع الكريم كراميل ده وبتاع التشيز كيك، بيكون سهل جدا وجميل. هنغرفها مع بعض، بنجيب طبق زي ده كده، وبنجيب شوية زيت في أرضية القالب ده كده عشان ما يتلزقش السلطة. خدين بالكم الزيت اللي أنا عملته بينزل فين؟ على الرز كده السلطة اهوت. وباجي أعمل قالب سلطة كده حلو هيعجبكم دلوقتي، لأن أنا قلت لكم إيه؟ البرزنتيشن بتاع طبق السلطة مهم جدا، شكله هي تبقى سلطة اهوت. أدي بولة سلطة، فينا نغرف للأولاد، لكل عيل من الأولاد بولة بالشكل الجميل ده كده اهيت. نحط شوية كمان علشان تبقى واخدة شكل حلو. طبعا البقدونس عندي أنا ما ضفتوش، هضيفه وأزين بيه الإيه؟ السلطة بتاعتي. اضغط جامد كده عشان تنزل معايا، واجي في الطبق اللي انا هغرف فيه كده، فينا نشيلها في التلاجة ونغرفها يا اما نغرفها على طول كده. شايفين الجمال؟ الموضوع بسيط خالص، لو شفتوا السلطة دي متقدمة ازاي مش هنفكر كلفتنا بالشكل ده. الله، تسمحوا لي حاجة بس قبل ما تقولوا حاجة تقولوا يا جماله. نطلع طاجين السمك ده من الفرن علشان شايفه كل شوية بينادي عليا. الله الله، نسمع يا جماله، شايفين الجمال الحلو؟ البيض الني عمل ايه هنا؟ نطفي الفرن بتاعنا. صينية السمك الجميلة ديت البيض ده شكل ازاي عالي؟ طبعا البيض لما ضربناه مع المقادير على الطاجين بتاعنا، السمك تحت بين الطبقتين مستويين، الخضرة الجميلة، الطماطم مع البازيلا مع البطاطس. عايز اسمع منكم يا جماله، مش سامع يا جماله، شايفين الشكل الجميل؟ ألف هنا وشفا. تعالوا نعمل إيه بعد كده؟ طبق السلطة بتاعنا ما زلنا شغالين فيه أهوت. يا سلام،
تقول ايه ده عيار يا ابو حميد؟ ادي اتنين بالظبط. عارفين ليه؟ ايه السر في الموضوع؟ سميت بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بسيط خالص مش مكلفنا حاجات. لازم نقول بسم الله الرحمن، ربنا هيبارك، ولازم انا في نيتي من جوه، والانسان يعامل بضميره وبنيته. معانا الاخت ام ساره من الدقهليه. ام ساره ازيك؟ الله يحفظك. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك اموري يا اختي. انا عايزه الكتاب بتاع الشهير. يا دي الكتاب يا اولاد. حضرتك ارجع للكنترول وهيقول لك على التليفون ومكان الكتاب. الكتاب موجود دلوقتي الحمد لله. انا عملت امبارح شيك وشيكت على الناس اللي بيوزعوا الكتاب، نزل المكتبات لان عملت معاهم مشاكل. الكتاب بتوزع في المكتبات دلوقتي وموجود. شايفين الطبق الثاني؟ الله. موضوع بسيط خالص زي ما انتم شايفين كده اهوت. عملت لما الاولاد يشوفوا طبق السلطه ده على السفره صدقوني هيسيب الطاجين ويسيب الشوربه وهيتجه للموضوع ده بالمعلقه كده ويكتشف. ايه ده يا ماما؟ هتقول له سلطه رز يا ابني، شويه بقدونس، بقدونس في الاخر، الجرناشه هنا، حسب الذوق وحسب الايه وحسب ما احنا عايزين نعمل ايه. حلوه، وهنجيب خياره حلوه زي دي كده نقطعها سلايز، سكينه حاميه كده على بلانشه نظيفه. خلي بالنا مش البلانشه اللي قطعنا عليها الفراخ ولا السمك، لا، بلانشه السلطه غير بلانشه الفراخ او الاسماك. مهم جدا للساده المشاهدين، لو انا بقطع سلطه خضروات على طول من البلانش على اكل، مهم جدا. مقبوله لو انا هقطع خضره عليها وادخلها النار نقول ماشي هسامح، ولكن بلانشه قطعت عليها فراخ، قطعت عليها سمك، قطعت عليها لحمه، هجيبها واجيب السكينه برضو اللي قطعت بيها لحمه ولا سمك ولا فراخ واقطع بيها سلطه خس وجرجير وطماطم، ده نقدر نقول ده اللي ما قبلوش ابدا، ده الغلط بعينه. ليه؟ السلطه دي انا هاكلها على طول هيجي لي تسمم ويجي لي اسهال، فمهم جدا لما اقطع السلطه اقطعها فين؟ بنظافه، خاصه لو كانت من البلانشه على السلطه على طول. معانا اتصال؟ نجيب الخيار كده نزينها بالشكل الجميل. الطبق ده يتصور ويتحط كتالوج. بسم الله الرحمن الرحيم. كده فلة، الخيار الجميل ده كده، جرنشة. أنا زينتها بالخيار ليه؟ عشان السلطة ديت المقادير اللي موجودة فيها ما فيهاش خيار، ده رقم واحد، ففينا ناكل الخيار مع السلطة. وعايز أنوه للسادة المشاهدين حاجة، في السلطة بالذات لو أنا بجرنشها هجرنشها بحاجة تتاكل، يعني ما أجيبش بقدونس مش مغسول وأحطه على وش السلطة. لازم نتاكد لما نزين طبق السلطه، بقولها اهوت بعلو صوتي، لازم بحاجه احنا هناكلها لازم تكون مغسوله ونظيفه. طبق السلطه خد الانطباع الاخضر الجميل ده، وانا متعمد ياخد الانطباع الجميل الاخضر ده. بقى عندنا طبق الشوربه، نغرف طبق الشوربه الحلو في البوله الجميله دي كده. مطبخنا نظيف ازاي؟ ما عملناش حاجه احنا النهارده. ايه رايكم؟ الموضوع ما فيهوش اي مشاكل ولا تكلفة ولا حاجة خالص. الشوربة الجميلة، الله، قلبوا معايا كده وشوفوا. سامحوني سامحوني، الحمص الشام والفول، متعودين ناكل طبق فول بالحمص الشام. النهاردة الشيف عمل لنا من المطبخ التونسي شوربة بالحمص والفول، اسمها شوربة الحلالم بالدبابيش. شوربة الحلالم بالدبابيش معاها فول، معاها حمص شام مسلوق، معاها صدر دجاجة، صدر فرخة متقطع، معاها شوية كركم، معاها بصل. شايفين الجمال؟ الله الله الله. لا نجيب مغرفة كبيرة عشان الموضوع كبير، الموضوع عايز تركيز جامد، مغرفة صغيرة مش هتكفي. الله، شايفين الجمال والحلاوه؟
عندي شويه بقدونس موجودين جنبي هنا، هرشهم رشه جريئه كده على طبق الشوربه الحلو ده. ايه رايكم في الجمال ده؟ شفتوا حلقتنا النهارده سهله ازاي وخفيفه ما فيهاش مشاكل؟ الله 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 الله. عملنا النهارده من المطبخ التونسي اجمل واحلى ثلاث اكلات مذاقهم مميز. عملنا طاجين سمك بالخضار شفناه مع بعض، وطريقه اعداده سهله جدا ومش مكلفه. عملنا شوربه الحلال بالدبابيش بالفول والحمص، شكلها جميل جدا، يا رب تجربوها وتعجبكم. عملنا السلطه الخطيره الشهيه سلطه الرز الغير مكلفه بالمره، شفناها مع بعض وغرفناها بالشكل الجميل ده بالجزيره الخضراء زي ما شفناها مع تونس الخضراء، عشان كده انا عملتها. وتابعونا دايما على قناه الرحمه الفضائيه، هنشوف افكار وابداع وفنون الطهي والشيف احمد المغازي. كل عام وانتم بخير. شفنا يسعد دنيتك يملى بالخير جنتك في اكلتك والشيف مغازي فرحتك. شفنا يسعد